دكتور، انا كنت اتفضلي. رحت المعهد بتاع التخسيس وحاولت اخس وخسيت فعلا، كويس، من وزن بس كام لكام؟ كان عاطيني في البرنامج بتاعي ان انا ممشيش. الحالة العضلية عند حضرتك، يعني حضرتك بتشتكي مشاكل في العظم او فقرات او حاجة؟ لا، كان عندي روماتيزم وانا طفلة، تمام. بس الحمد لله انا خفيت منه دلوقتي. طب الحمد لله. وزن حضرتك كان كام ووصلت لكام؟ هو انا وزني عالي قوي، لان انا بعد يعني كنا اتاخرت فتره في الحمل وخدت هرمونات كتير، فهي تمام اثرت عليا وتخنتني. كويس. وصلنا الوزن كام يعني لما ابتديتي في معهد التخسيس؟ لا انا يعني كنت بنزل في الاسبوع 4 كيلو بس ما قدرتش اكمل. يعني وزن حضرتك كان كام ووصل لكام؟ ولا انت هي كانت 4 وزني كان كيلو حوالي وخلاص؟ 95 ونزلت لحوالي 88. وما كملتيش بعد كده؟ لا ما كملتش. طيب فحضرتك بتسألي ليه الدكتور ما كانش مكرر لك الحركة أو المشي؟ لا هو أنا عايزة أعرف دلوقتي، هل الحبوب بتاعت منع الحمل تمام هي السبب في زيادة الوزن حاليا؟ يعني حضرتك بتاكلي كويس ومخلية بالك من أصناف أكلك لا وبتزيدي؟ بصراحة لا. تمام. في أسئلة تانية عند حضرتك مدام إيمان؟ لا شكرا. تحت أمر حضرتك. في نقطتين مهمين يا مدام إيمان في سؤالك، موضوع أقراص منع الحمل. طبعا اقراص منع الحمل ما هي الا بعض الهرمونات اللي بتحط الجسم في حاله معينه عشان ما يحصلش حمل. تاثير الهرمونات اللي موجوده في اقراص منع الحمل بيختلف من واحده لواحده. ممكن واحده تاخد ارضى الانواع وارخصها وتزيد وما تزيدش خالص، وممكن واحده تاخد افضل الانواع واغلاها وتزيد برضو بنسبه متوسطه، وممكن واحده تزيد كتير جدا جدا رغم ان هي ما استخدمتهاش غير مده قليله. اللي عايز اقوله ان تاثير الهرمونات بيختلف من واحده لواحده، حسب استعداد الجسم، حسب السن، حسب الحالة الصحية. طب أنا خدت منشطات قبل كده ولا لأ؟ طب الأقراص اللي بتتاخد دي هاخدها مدة قد إيه؟ فلكن بنسبة ما بتسبب شوية زيادة في الوزن، بس لازم عشان ما نظلمهاش أو نقول إن هي السبب أكون عارف، أو حضرتك تكوني عارفة أنت بتاكلي صح ولا لأ؟ ما أنت ممكن تكوني بتاكلي في مواعيد غلط، أو بتاكلي أكل رجيم بس في مواعيد غلط فعامل زيادة في الوزن. ممكن تكوني بتاكلي أكل رجيم وبكميات مظبوطة بس ما بتتحركيش قصادها فبتزيدي في الوزن. ممكن تكوني طول اليوم ما بتاكليش وبتاكلي وجبه واحده بس في معدل الحرق بيقل فبرضه بتزيدي في الوزن، وفي الاخر تقولي ما هي اقراص منع الحمل. فلازم نبقى مخليين بالنا احنا بناكل ايه او ما بناكلش ايه، والسيستم العام محطوط صح ولا لا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه على موضوع الحركه، لان الناس ممكن تفهم كلام حضرتك بصوره مغلوطه شويه ان الدكتور قال لك ما تمشيش. هو ممكن يكون الدكتور قال لك ما تمشيش فتره الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني لهدف معين، اللي هو عاده في الاوزان الكبيره وخصوصا اللي ما عملوش ريجيمات قبل كده او اللي هم اتاخروا شويه في بسبب ان هم كانوا بياخدوا علاج معين او بتاخد منشطات معينه فكانت قصه الرجيم مش في دماغها شويه. فالرياضه في اول فتره اول اسبوع او اول اسبوعين ما بتبقاش مطلوبه قوي، لان اول اسبوع او اول اسبوعين كده كده جزء كبير من اللي بينزل بيكون الميه، وممكن يكون الدكتور مخلي الرياضه او المشي اللي الجزء الثاني من العلاج او السلاح الثاني من العلاج. فمش معنى كده ان المشي ممنوع، لا، ممكن اول اسبوع او اول اسبوعين ما نمشيش، لكن بعد كده هيبقى اجباري ان احنا نمشي، ونمشي بالتدريج او نزود بالتدريج، عشان زي ما قلنا قبل كده كل ما بندخل في مراحل العلاج بنبقى محتاجين ان احنا نزود مجهودنا عشان نكمل النزول بتاع الوزن الزياده.